نروح بقى الخبر مهم جدا. أعلن الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي عن تجديد عقد اللاعب محمد مجدي أفشة لمدة 3 سنوات قادمة بالإضافة للسنة المتبقية في عقده، يعني بقى موجود 4 سنين دلوقتي. قال كابتن بيبو إن أفشة وقع العقد الجديد على بياض وترك التقدير المالي للنادي الأهلي، والذي بالتأكيد يقدر كل أبنائه الذين يساهمون في رفعة شأنه في كل المحافل. الحقيقة إن موقف أفشة من المواقف الرائعة للاعب الجيل الحالي، وعلى فكرة سواء اللي جدد أو اللي خد خطوة جديدة في مشواره بره النادي الأهلي، هتلاقي إن الموضوع بيتم بشكل شيك قوي، كل الشياكة بكل الاحترام والتقدير متبادل بين النادي الأهلي واللعيبة. النادي الأهلي بيقدر لعيبته وكل من ينتمي له، واللعيبة عارفة قيمة الأهلي كويس جدا. أفشة ضرب مثل للاعب اللي ما بيتكلمش كتير وبيشتغل في صمت وبيحب النادي الأهلي وأرقامه هي اللي تتكلم عنه، وطبعا هو بينه وبين الجمهور علاقة خاصة. يعني ما عندناش لاعب بيساوم النادي الأهلي أو لاعب بيضغط على النادي الأهلي، بالعكس عندنا نجوم كبار زي أفشة بيوقعوا على بياض زي ما حضراتكم شفتوا كده. في النادي الأهلي كله واثق من نفسه وكلهم واثقين ان تقديرهم او النادي الاهلي هيقدرهم بالشكل اللازم. النادي الاهلي كمان ليه دور رائع قايم بيه الكابتن خالد بيبو مدير الكره في كل الملفات الحقيقه من اول يوم شغله له، وهو بيرتب لمعسكر الاعداد اللي هيكون في اوروبا تحديدا في النمسا يعني، وبيرتب لتجديدات اللاعبين ولائحه الفريق وتفاصيل كتير جدا لما يجي وقتها هنبقى نتكلم عنها بشكل مفصل يعني.